هنتكلم عن الحيوانات الأليفة. هي ليها تأثير من ضمن أكتر الحاجات اللي بتأثر بحالة نفسية إيجابية على الأشخاص، سواء كبار أو صغيرين أو أطفال أو مراهقين أيا كان. تأثير إيه ده بقى على الصحة العامة والصحة النفسية؟ ده هنعرفه بشكل أكتر تفصيلي مع دكتورة إنجي السيسي، رئيس قسم الباطنة مستشفى بتر العباسية. مرحبا بك دكتورة إنجي. أهلا بيك يا دكتور، منوراني. ميرسي، ربنا يخليك. موضوع يعني اتعمل عليه دراسات وأثبتت الدراسات فعلا إنه ليه تأثير يعني جميل وإيجابي على الأشخاص. أنت شايفة إنه إزاي الحيوانات الأليفة ممكن تأثر نفسيا إزاي على الأشخاص؟ طبعا هو عيد سعيد الأول على كل الناس اللي شايفانا، يا رب يكونوا عرفوا يستمتعوا في الظروف الفظيعة. الظروف دي كل سنة وأنت طيبة. زي ما أنت بتقول يا دكتور، فعلا إنه إحنا يعني الأيام دي بالذات حسينا قوي، يعني إحنا قاعدين في البيت وحسينا شوية بقيمة الترابط، وإن إحنا كلنا قاعدين كده محبوسين في مكان واحد. كلنا زي بعض. بالظبط، كلنا زي بعض. طب علينا الحظر كلنا، ربنا ان شاء الله يعدي الايام دي على خير. في الظروف دي كلها وجود حيوان اليف معانا وان احنا نتابع كل السلوكيات بتاعته اكيد بيأثر فينا بالسلب وبالايجاب في حاجات كتير قوي. كل الحيوانات دلوقتي على فكره، كل الاحتياطات اللي الناس عاملاها مع يعني مع اولادها وبينها وبين اصحابها وكده، كمان عاملاها مع الحيوانات بتاعتها لانهم خايفين قوي قد كده ان هو. وده طبعا بيديكوا فرصه اكتر ان انتوا تشتغلوا اكتر الفتره دي. خالص والله العكس. هي الناس بس قلقانه واستشارات كتير قوي وكده. بس طب ده شغل. لا ما فيش يعني، ناس خايفه تنزل اصلا. استشارات بس كده تليفونيه. فقاعدين كلنا بقى احنا والحيوانات بتاعتنا واولادنا وكلنا قاعدين في البيت. فطبعا اصلا انت ما بالك لما يعني اي حد يعني بيشوف بيتابع ويشوف سلوك اي كائن حي بيتاثر بيه. فعايزه اقول لك انه الحيوانات وجودها في البيت مؤثر علينا كلنا من واحنا صغير، يعني من الاطفال لحد مرورا بالمراهقه والشيخوخه، ليها تاثير علينا كلنا طبعا. يعني خلينا نمسك حاجه كده واحده 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 واحده. القطط والكلاب. انا بخاف من الكلاب، مالناش دعوه بيها. مالناش دعوه. خلينا نتكلم عن القطط. ده ممكن انت تتعالج اهو انت دلوقتي. ممكن طبعا. ما انا مش عاوز. ما فكرتش. لا خلينا نتكلم انه اكتر الحيوانات اللي الناس بتقتنيها في البيت هي القطط. القطط والكلاب. وفي ناس تانية بتحب الاحصنه وبرضه ليها تاثير برضه، لكن خلينا نتكلم عن القطط والكلاب. تاثير القطط والكلاب ايه علينا كاشخاص؟ القطط والكلاب طبعا. انا بقول لك والاطفال مثلا، خلينا نمسك حاجه واحده واحده ناخدها من عند الاطفال. انا عندي كتير من الحالات على فكره، وقبل كده احنا اتكلمنا انه ممكن حتى يكون طفل هو عنده مشكله انه مش عارف يعمل انتر اكشن مع اصدقائه، مش عارف يخش في حوار، انطوائي شويه، عنده مشكله انه فرط حركه، يعني مش عارف يركز مع حاجه، لا على طول مهايبر، ومش عنده مشاكل تانية انه مش عارف يبقى مسؤول من حاجة، مهمل. في مشاكل كتير جدا ممكن تخيل البيت وجود حيوان زي كده يعالج ده. ليه بقى؟ هقول لك ليه. ليه؟ لانه ببساطة جدا هو الحيوان ده بيشد انتباهه. مفيش، انا ما شفتش يعني، شوف انا شغالة بقى لي كام سنة على مدار شغلي وكله خبرتي، سنتين ونص. ما شفتش خالص طفل ما بيحبش الحيوانات خالص. يعني موسلي كلهم بيحبوهم وبيأتراكت لحركاتهم وبيقعدوا يلعبوهم. فغصبا عنك بتلاقي في وجود يعني حيوان تلاقي طفل تشد له وبيبص له كده حتى لو ماشي في الشارع، عايز يشد له وعايز يلعبه وعايز ياكله. عشان كده يا دكتوره كانت يعني من ضمن اكتر حاجات اللي كنت بحبها وانا صغير ان اروح حديقه الحيوان. يعني ممكن ده تقريبا السبب اللي كنت ببقى مبسوط. كلنا على فكره، انا لازلت لحد دلوقتي بحب اروح. بس انا رحت اخر مره من الموضوع ما بسطنيش خالص. معلش، يمكن عشان الريحه والحاجات والاجراءات، لكن لازالت الحيوانات اصلا. انا بقول لك السلوك، سلوك اي كائن، خلينا نقول انه احنا ممكن لو احنا قاعدين كده ونتتبع كده نشوف، يعني كلنا بتلفت نظرنا الزرافه قد ايه طويله، قد ايه اللي في، يعني في حاجات بتشدنا. القرد بيتنطط ازاي. كلنا بتشدنا كده انفعالات وحاجات وسلوكيات للحيوان. طب لو حاجه بقى كلوس قوي واحنا عاملين فيه انتر اكشن ما بيننا وبينها، زي وموجوده معانا في نفس المكان، اكيد انا اتفاعل معاه. فزي ما بقول لك كده، الاطفال مثلا ممكن كتير قوي في الحالات اللي انا ذكرتها او في حالات تانية، ان تبتدي الحيوان يساهم في حل مشكله عنده. يبتدي الاب مثلا يحدد له مثلا مصروف، ويحدد لابنه مصروف ويقول له انت مسؤول عن الكائن ده. انت هتشوف احتياجاته، هتوديه للدكتور، هتشوف تطعيماته، هتتابع جدول الـ يعني الطلبات بتاعه. شوف مسؤولية. مسؤوليه بالظبط. فابتدي هو الطفل يتحمس، وابتدي هو يحوش، وابتدي في هنا من هنا ابتدت حاجات كمان احنا نبتدي نغرسها ونحطها في الاطفال، علشان تبقى يعني لو كانت حاجه من مش موجوده يساعد الحيوان في ايه، في ان احنا نرسخ عنده الفكر ده. ده في الاطفال. طيب قبل ما نكمل بقى ونخش على المراهقين، خلينا ناخد اتصال تليفوني. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك.
الحمد لله بخير، اهلا بيك. اتفضل دكتور انجي، منوره الدنيا كلها والله. تسلم، ربنا يخليك. كمان تسلم، ده من ذوق حضرتك. حضرتك يا دكتور، في دلوقتي ناس بدات تلجا انها ترمي القطط والكلاب والحاجات اللي بتربيها في المنازل في الشوارع، وبقى العمليه ماساويه جدا نظرا لموضوع الوباء اللي حاصل في البلد يعني. دي حقيقه. احنا عايزين نطمن الناس بس من ناحيه الايه، ان الحاجات دي ممكن تبقى تعقم او نتعايش معاها بشكل كويس يعني. تمام، حاضر، هرد على سؤال حضرتك حالا. ماشي يا دكتور، ماشي، بشكرك شكرا جزيلا للاتصال. والله يا دكتور، هي في الفترة الأخيرة دي يعني أنا بقيت بروح العيادة زي الملجأ كده، بلاقي بوكسز فيها حيوانات. أنا يعني كلمنا كتير وطلعنا وقلنا كتير إنه لحد دلوقتي، لحد اللحظة اللي إحنا بنتكلم فيها، الحمد لله الحيوان غير قادر إن ينقل الكوفيد 19 للبني آدم. كويس. لحد دلوقتي. ينقلوا الفيروس ليه خالص. هو اللي ثبت، أو الحالات اللي هي كانت فعلا ريكوردد، اللي كان الفيروس فعلا جه للحيوان، بس هو ما كانش يعني ما كان فضل ساكت، فضل ظهر عليه الاعراض وما قدرش ينقله تاني للايه؟ بالظبط، لبني ادمين تاني. فلحد دلوقتي مفيش منهم امل. مفيش منهم، لا مش امل، مفيش منهم كده هيرموهم. مفيش منهم ضرر او خطوره. مفيش منهم ضرر. ولما يبقى في منهم ضرر، والله والله يعني احنا اول ناس هنقول، لان احنا اول ناس ان كونتاكت، فاول ناس هنبقى عرضه لمشكله. فهو بالعكس بقى، انا عايزه دي بقى عايزه اكد عليها جدا، ان بالحركه اللي احنا بنعملها دي، وان احنا بنفرط في حيواناتنا وان احنا نرميهم في الشارع، بنساعد ان يبقى في مشكله. ليه بقى؟ لان انتشار الحيوانات من غير ما تبقى متطعمه او اخده يعني ايه، نقول الحاجات اللي احنا المفروض عارفين ان احنا بنعملها معانا، الاهتمام الكافي والكلام ده، هيخليها عرضه انها تنقل امراض ثانيه كتير. تتنقل بقى، تتصاب بقى بالامراض، ولما تتصاب بالامراض هتجيلنا احنا. دي حقيقه. فنحافظ عليها عشان هي تحافظ علينا. بالظبط. واذا كان الكوفيد 19 عامل لنا هلع كلها كلنا، لا ده في حاجات تانية كتير قوي ممكن تعمل مشاكل، بس للاسف ما عليهاش سبوت، مش ما فيش فوكس عليها الفتره دي. بالظبط. فممكن فعلا تبقى هي مشكله واحنا مش حاسين يعني. هي ممكن ان هي تبقى مصدر للعدوى ونقل اوبئه كتير بسلوك يعني مش مسؤول مننا. فاللي عنده حاجه يعني، وانا اظن يعني انه اللي عمل كده ما كانش ناس مرتبطه قوي بحيواناتها، او كانوا لسه خايفين، او يعني ما فيش ناس مرتبطه بالحيوان قوي. ده انا اعرف ناس لما القطه بتتعب او لا قدر الله بتتوفى لاي سبب، بيبقى الموضوع مؤلم لدرجه انا عشان ما عنديش، فمش عارف مدى الترابط ما بين الشخص والحيوان بتاعه. فبقعد بقول ان هم اوفر في الزعل. ممكن الموضوع يوصل لحاجه بقى عكسيه، انه احنا نلاقي لا ارتباط بدرجه مرضي مرضي. خلاص بقى هو مش قادر يتخيل ان ده يعيا، انه ده ممكن يحصل له حاجه، انها روح برضو زينا، ممكن يعني عرضه ان يحصل لها كل الحاجات اللي بتحصل لنا، ممكن تموت بعد فتره. ففي ناس بتوصل معاهم الموضوع لهوس. يعني في كده وفي كده. وفي كده ربنا ما حرمناش. خلينا في المعتدل. خلينا في المعتدل، وخلينا نحافظ على الحيوانات، علشان احنا كلنا في دايره واحده. فيعني ببساطه قوي، انه زي ما بقول لحضرتك كده، ممكن احنا نساهم بسلوك عشوائي مننا ان احنا ننقل لنا امراض، مش بس الكوفيد 19، او نحصل هي مشكله ايه في الفيروس او في الكوفيد 19. ان احنا لحد دلوقتي مش عارفين نحط ايدينا، هو الميوتيشن ده مش ازاي، مجهول لسه. بالظبط، هو مرض مجهول. التحور ده هيحصل ايه؟ هل هيخش الحيوان؟ هل هيبقى ده ممكن يتنقل؟ هل هيبقى يبقى، ودي هتبقى بلوه سوداء، لانه مش هيبقى بس ترانسميشن على ايوه، مش على نطاق البني ادم، لا على نطاق البني ادم والحيوان. ده ستيج تاني خالص. خلاص بقى انت بتتكلم في موضوع ان انت بتتكلم في موضوع تاني خالص. فاحنا لحد دلوقتي بنطمن الناس، بنقول لهم بس يعني نحافظ على الاجراءات المظبوطه الوقائيه. مفيش حاجه اسمها تطعيم ضد الكورونا للحيوانات، عشان انا برضو التساؤلات بيجي لك طبعا جدا كتير، لدرجه ان انا قررت ان انا استسلم احيانا واقول لهم تيبس ثانيه، بس مفيش حاجه اسمها كده. الفيروس اللي بيجي للحيوان، الكورونا اللي بتيجي للحيوان، مختلفه تماما عن الصوره والشكل اللي بتيجي في البني ادم للانسان. بالظبط، بتعمل اعراض في الجهاز الهضمي، دي هنا بتعمل اعراض في الجهاز التنفسي. حتى الحالات اللي اتنقلت بتعمل اعراض في الجهاز التنفسي، بس ما نجحش ان هو ينقلها لحد دلوقتي في لاي حد تاني، فبالتالي ما فيش خطوره من الحيوانات. ما ترموش حيواناتكم، حافظوا عليها واعتنوا بيها. نعلي بس مناعتهم، نعلي مناعتهم زي ما بنعمل كده مع نفسنا بالظبط، نعلي المناعه بتاعتهم، ان احنا ما نخليهمش اندر ريسك لاي حاجه. التغذيه السليمه الكويسه قوي، البروتوكول اللي احنا بنعمله معانا احنا مع نفسنا. ما فيش يعني احتكاك، ما فيش، ما تخرجوش اوروبا كتير. بالظبط، نحافظ على السلامه والصحه والنظافه العامه للحيوان. في سواء حتى في الجناين، او احنا بننزله او بنمشيه، لازم نحافظ على كده. خلينا على فصل الصيف وموسم انتشار
الامراض او الاوبئه بشكل عام يعني. نديله جرعات اللي هي التطعيمات الطبيعيه البروتوكول الطبيعي اللي كنا ماشيين عليه من قبل ظهور المشكله دي علشان نرفع الصحه العامه. نرجع لموضوعنا تاني. نرجع لموضوعنا. اتكلمنا عن تاثير اقتناء الحيوانات الاليفه للاطفال. مظبوط. طيب تاثيرها ايه بقى على المراهقين؟ المراهقين انا هكلمك عن تجربه وانا يعني كانت دي قريبه مني شويه لانه انا يعني ابني في طور المراهقه يعني قريب من سن المراهقه مش يعني فكان انا مفيش يعني دايما مش لاقيه تشانل للحوار. هو الولد مش عايز يعمل اي حاجه غير انه يقعد طول اليوم على كسول الانترنت مثلا. مش كسول هو عايز يقعد طول اليوم على الانترنت بيلعب جيمز ما بيعملش اي حاجه غير انه مع اصحابه في الالعاب اللي طالعه اللي هي الفورتنايت والحاجات اللي وانا مفيش شانل للحوار يعني متضايقه من مفيش قناه اتصال ما بينك وما بينه. بالظبط. مفيش طريقه تتواصلوا بيها مع بعض. بالظبط. ومش لافت نظره بقى ان انا دكتوره او بيجي لي كلاب او يعني ماما مش فارق خالص يعني مش موضوعنا. مش شايفني اصلا. مش شايفني هوا قدامه وانا يعني ابني برضو غصب عني عايزه يبقى فيه حوار. فقررت ان انا اجيب كلب ومن غير ما اقول له يعني ان انا اجيب كلب واحطه من غير ما اقول له ونشوف واشوف بقى ايه. الولد اختلف اولا يعني مثلا بيتكلم مع كلبه معاكي ولا كلب بس؟ بقى في حوار بقى عايز هو يعمل حاجات. لا طب احنا ندربه طب احنا مش عارف نوديه طب انا شفت فيديو تدريب مش عارف عامل ازاي طب انا هاخده ونخرج مع مع اصحابنا علشان هم كلهم خارجين مع الحيوانات بتاعتهم طب ماما لا ده احنا لازم ناخد بالنا ان احنا مش هينفع المكان اللي قاعد فيه ده نشوف له مكان اوسع اشوف له كيج يعني ابتدى يبقى يلفت نظره الكائن ده وخاصة طبعا لأنه الشباب في المرحلة دي بيلفت نظرهم لو كلب متدرب لو كلب شكله حلو بيجري شوية بيجري أو بيتنطط أو مش عايز أقول إنه هو عشان أصحابه وكده بس بيبقى فيه برضو فعلا تشانل للحوار تخلق مجال للحوار وجذب الانتباه. فدي عن تجربة أنا شخصية إنه فعلا فرق إنه بدل ما يضيع وقته في حاجات يعني تافهة وملهاش لازمة ومضرة كمان ومضرة جدا جدا يعني لا بالعكس ممكن يبقى في حاجة يعني تنمي عنده أفكار جديدة تنمي عنده ثقافة علم ابتدى يقرأ يشوف حاجات عنه عشان يعرف يدربه هو بقى مبسوط بيه متعلق بيه جدا بعد كده ما بقاش هو اللي عايز يعني يفكر في إنه إزاي يعني يظبط له كل الاحتياجات بتاعته علشان ما يفرطش فيه. فانا شايفاها تجربه ناجحه مع المراهقين بصراحه. مع المراهقين. طيب هنتكلم يعني ممكن التجربه دي تكون مع مين تاني بتدي تفاعل اكتر ولكن نروح لفاصل ونرجع مره تانية. ورجعنا لكم مره تانية ومكملين معاكم تاثير الحيوانات الاليفه على تحسين الحاله المزاجيه والصحه النفسيه. دكتوره انجي كنا بنتكلم عن تاثيرها على الاطفال وانه المراهقين وقلت لنا تجربه شخصيه انه زود معدل التفاعل الاجتماعي والتواصل والكلام ده كله. تاثير ده ايه على الناس الكبار بقى؟ الناس الكبار بقى يعني انا شفت برضو حاجات كتير انه بعد سن معين الناس انا بحبك تكلميني من واقع التجارب يعني بتلمس الناس اكتر. ما انا والله فعلا انا من الحاجات اللي انا بشوفها ابتديت استشف حاجات وخدت راي على فكره دكاتره نفسيين وقريت ستاديز ولقيت سالتنيش ما هسالك طيب فلقيت انه فعلا ده بيساهم يعني كتير حالات جات لي مثلا زي كانت بغض النظر عن شخصيه هنتكلم عنها دلوقتي بس مثلا اطفال كان عندها اوتيزم عندها توحد وكانت انت عارف بيبقوا هي المشكله ان هو توتالي مع نفسه فكان في ريكومنديشن من دكاتره كتير جدا نفسيين انه يبتدي يشوف حيوان اليف قدامه بيتفاعل وبياكل وبيشرب ووجدوا ان ده بيلفت نظره جامد جدا وبيتشد ليه وبيبقى شويه بشويه بيساهم ان يبقى فيه تفاعل معاه. فابتديت بقى اخد بالي من الحالات اللي الواحد بيشوفها ويربطها ان ازاي ده بيساهم فعلا او بيعمل جو مختلف في البيت. الناس الكبيره كلنا من قبل ما نبقى كبار ونوصل لمرحله الشيخوخه بنفتقد دلوقتي واحنا قاعدين في البيت انه كتير قوي ممكن محدش يسال علينا انه ممكن يعدي ايام واحنا اصلا مش عايزين مش عارفين نشوف حد زاد كمان موضوع الحظر كلنا يعني ايه كل واحد قاعد وقافل على روحه مفيش قوي اقول لك المساحه ان احنا نتحرك ونشوف اصحابنا واحبابنا وحاجات زي كده فطبعا وجود كائن حيوان اليف في البيت مع حد كبير حد مسن قد كده بيبقى ليه ونس وقد كده بيبقوا هما كمان بيهتموا بيه بيبقوا عاطفيين جدا جدا ناس كبيره بتبقى حنينين جدا حنينه قوي قوي على الحيوانات ومش عايزه اقول لك بتبتدي تتاثر بيها ازاي وفعلا عن تجارب شخصيه عن حاجات شفتها يعني كذا حيوان كان في حد عنده سكر ودخل في غيبوبه والحيوان هو اللي انقذه وفعلا القطه كمان مش كلب يعني هو عادي ان احنا نسمع عن قصص الوفاء في الكلاب وعادي نشوف نسبه ذكاء عاليه في الكلاب وكلنا متابعين احنا اذكى من البني ادمين كمان بالظبط في قصص عالميه للكلاب ليها يعني ليها بطولات ليها بطولات لكن كان في قط بالنسبه لي كانت جديده
ان انا اشوف قط يعني برضو محدود القوة والحركة وكل حاجة مقارنة بالكلب، هو اللي انقذ صاحبته من غيبوبة السكر دي، لانه قعد يخربش على الباب ونونوة هستيرية لحد ما صحى البيت كله. كان في الفجر وصحى في البيت كله ولقوا فعلا والدتهم يعني في غيبوبة سكر، وهم ما كانوش حاسين، والكلب والقطة اللي حاسة بالظبط. ومش عايزة اقول لك ان صاحبة القط بعد كده قد ايه بقى انه ده اللي انقذها، يعني بتقول لك ده ولا ولادي، يعني ده بالنسبه لي احن عليا من ولادي. فوجود فعلا، وللناس ده مثلا حاله، كانوا ناس معايا كمان في البيت، تخيل في ناس كتير كمان كبيره بيبقوا قاعدين لوحدهم بالظبط، فبيساهم قد كده ان يبقى ده زي ونس معاهم، بيبقوا هم نفسهم بيلاقوا مواضيع جديده بعد ما تحس ان الدنيا فضيت كده من حواليهم والدنيا هس. كمان التحدث مع الحيوانات، ده في علاقة كاملة، هيسمعك ويتكلم من غير ما يقطعك بقى ويرخم عليك وكلنا كنا بنشوف المشهد ده، كنا بنشوفه بيوتنا زمان، ان احنا لما كنا بنصلي كنا بنشوف القطط بتيجي تقف تتابع وتبص تشوف حركات الركوع حركات السجود. فبيبقى زي ما بقول لك كائن حي تاني موجود بتفاعلاته بدنيته بكل تفاصيله. ما هو ان انا اتشغل برضو بانه ده محتاج حاجه، محتاج اكل، محتاج يطعم، يا ترى محتاج ارجع الدكتور، لا ده شعره بيقع، انا اللي خبطت معاه في الاكل، يعني حياه كامله. فبتلهي الناس اللي هي شويه مر عليها الوقت وبقت حاسه بوحده، اللي عندها يعني مشكله ان في فراغ في حياتها جامد، فبيبقى ده بالنسبه لها زي ما بقول لك كده حياه وناس وروح تتونس فيها. حضن الحيوانات بقى بيدينا ايه؟ لا بيدي حاجات كتير جدا بصراحه. ايه بقى؟ انا واحده من الناس كنت بقول لك، يعني بما اني بشوف حيوانات كتير وبتعامل مع حيوانات كتير، كنت واصل لمرحله انه يعني انف بقى، انا محتاجه ارجع البيت، كفايه حيوانات. ولكن بعد التجربه اللي لسه بحكيها لك وان اقتناء كل الموضوع فرق جدا جدا جدا، لانه قد كده بتحس انه يعني كلنا، يعني انا عشان اتعلق باي شخص في الدنيا لازم يكون عمل لي حاجه، صح؟ علشان تنمو علاقه بين اي حد، علاقه كبيره عظيمه، لازم يبقى فيها تفاعل وفيها انا قدمت لك ايه. لكن علاقه الانسان بالحيوان معرفش من نوع تاني خالص، لانه حب غير شرطي مش مشروط باي حاجه. يعني ايفن حتى لو انت نسيت تعمله اللي بيحبه، اهملت فيه شويه، بتلاقي الحيوان متعلق بيك جدا، وبتلاقيه بيحبك، وبتلاقيه بي بي بيستقبلك استقبال، واستقباله بالحضن وانه يتنطط حواليك، يعني علاقه مش مربوطه باي منفعه، باي مصلحه، باي حاجه من الحاجات اللي كنا بنعاني منها في العلاقات. فهي قد كده بيور وبجد من الحاجات اللي لسه في الدنيا زي الاطفال كده، بحس فيها ببراءه وبحس انه بخير، يعني ما اعرفش، يعني انه فعلا كائن ضعيف لا حول له ولا قوه، بيحبك حب برضه غير شرطي من غير اي مصلحه من ورا الحب ده. فبتحس فيها ببراءه وحاجه عطاء بلا عطاء بلا 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 هدف، بلا هدف، مفيش، مش عايز منك حاجه، فظيعه. لدرجه انه بقى على العكس، لما مثلا الكلب دوت يحس ان انا زعلانه او يحس ان انا متضايقه او حاجه بيتاثر بزعل جدا ويجي يقعد جنبك. كلمه صغيره يا دكتوره في اقل من 20 ثانيه عشان وقت البرنامج انتهى، تحبي تقولي للساده المشاهدين؟ احب اقول لهم يعني تمسكوا بحيواناتكم، والحيوانات دي والله حاجه حلوه جدا جدا، بس عايزه اللي يهتم بيها في روابط وفي مشاعر وفي حب كبير جدا جدا ممكن ناخده، وبالعكس احنا اللي محتاجينهم مش هم اللي محتاجين لنا، احنا اللي محتاجين الحب والحنان والعطف في الايام اللي مش لطيفه اللي احنا فيها دي دلوقتي. يا رب ان شاء الله يعني يعديها على خير ويعود علينا الايام كلنا بصحه وبسعاده، احنا وحيواناتنا وكلنا ان شاء الله. دكتوره انجي سيسي رئيس قسم البطن مستشفى بيتر العباسيه، انا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك. مشاهدينا الكرام، انا بصراحه لاول مره مش لاقي حاجه اختم بيها افضل من اللي الدكتوره انجي قالته. ان شاء الله باذن الله اشوفكم في فقرات قادمه اخرى على قناه صحه جمال، ولحد ما اشوفكم مره ثانيه لكم مني كل التحيه والتقدير. انا خالد صقر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.